Ressalier de nouveau prenant les efforts des professeurs, les militants qui travaillent, qui triment, qui suent sang et eau, sans relâche, et qui sont malheureusement méconnus, très mal estimés dans leurs tâches quotidiennes. Donc on doit les ressalier, on doit les inciter et les motiver pour donner davantage. Merci, mesdames. On a eu l'expression de tout à l'heure, ils se sentent lourdement trempés, ils sous-estiment les efforts des enseignants d'Inde. Pour la preuve, on l'a dit, c'est au pied des murs qu'on connaît le maçon. On a un rôle, c'est au pied des prestations qu'on connaît les professeurs d'Inde. والتقدير ديال المدرس ان هذاك لاطاج ديالو كتبقى انسيناد وشكرا جزيلا. الوغ جو باس مينتنون اون نون ديريكتومون استسمح دافونس الا كان شي خطا في المستوى ديال النوت او نيفو ديال لي ترون كومان في لي زيتابليسمون بريفي عندنا دوزيام لوريا لي زيتابليسمون بوبليك عندنا كاروس بلسانية دوزيام لوريا نعمة الحناش محمد عبد الله وتحيه خاصه للاستاذ القيوم ديالنا والجميل الطيب توفيق البقالي. جي عندنا سي هادي سي ناصر قلت لك ثاني ناصر ثاني عادي سي عادي إذا كان الفضل تيرجع لهاد المديرية الإقليمية مسألة ديال التخطيط فكيرجع لهاد الرجل الخفاء سعدي الرجل أقل وخارطة مدرسية جيت سعيد التواجد ديالي في هذا الحفل، جيت سعيد اكثر باللقاء مع بعض الاصدقاء، السي محمد خالد صديق منذ العمل بزاكورا، بإقليم زاكورا، جيت سعيد كذلك بالتواجد مع السي قيدو منيا، وكذلك هذا شرف وكما قال السي دريس لإعكاس واحد العمل في الخفاء. إلى التدبير الإداري، أنا جيت سعيد وما عرفتش كيفاش نعبر زعما على تفاجأت بهذا المستوى ديال الجامعات، كنحيي عاليا الأساتذة ديالنا، المدرسين ديال اللغة الفرنسية، واخا كنبرزو بعض الأحيان بعض السنوات في الخريطة ديالنا، اللي ربما في بعض الأحيان كيكون التدبير ديال الموارد البشرية اللي كتعكسو الخريطة كيحط قدامهم واحد العائق كبير. ولكن الحمد لله راكم في المستوى قادرين تغلبوا على اي على جميع الظروف منين فرزتوا لينا بحال هذا الطقس بطبيعه الحال القياده ديال المؤطرين والخبراء ديالنا المفتشين التربويين ديال المنظومه حنا كذلك بقياده السيد المدير الاقليمي استطعنا العام يكون عندنا واحد الحصيص مريح حتى بالنسبه للتخصص ديال الماده ديال اللغه الفرنسيه كنتمنى التوفيق للتلاميذ والتلميذات ديال الاقليم وكنتمنى كذلك التوفيق للاساتذه خصوصا بصفه عامه واساتذه اللغه الفرنسيه على وجه الخصوص شكرا لكم. اذا دائما نسنا قلنا نترون كوما لي زيتابليسمون بيبليك بروميي لوريا عندنا كونتيان ابلودير شالوزمون ايا الحراره التقديم ان شاء الله تعطونا الهديه وباقي مشكل والتقديم ان شاء الله ديالنا اللي كيحل النزاعات والمشاكل سي عز الدين الزغير.